الحد من تلوث البحر. تلوث البحر يسبب أضرار بيئية واقتصادية، وتشكل النفايات التي يرميها الإنسان في الشواطئ أهم الأسباب. أنا عالم بيئي، ومشروعي هو إنشاء برنامج لتوعية الناس للحد من التلوث البحر من خلال حملة إلكترونية. إليكم مشروعي. المشروع يستهدف كل فئات المجتمع، هدفه هو الحد من تلوث البحر، وهو يتمثل في إنشاء بوستر وتصميم فيديو ويوضح خطورة التلوث للناس، وعرض صور تبين الفرق بين البحر الملوث والبحر النظيف، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. بعد تنفيذ المشروع، بعض الناس سيتجاهلون منشوراتي، لكن بعضهم سيهتمون من خلال التعليقات والتفاعل. سينظفون البحر ويتوقفون عن رمي النفايات، ويقللون من استعمال المواد البلاستيكية، ويقومون بفرز القمامة وإعادة التدوير، وينصحون الناس الآخرين بأهمية نظافة البحر.